قالت الخارجية الإسرائيلية إن الموقف الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إعلانه فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولتي فلسطين وإسرائيل سيعيق فرص السلام. وكانت صحيفة أرس قالت إنها حصلت على مسودة وثيقة من الاتحاد الأوروبي سيعترف فيها وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خط تماس آخر على جبهة صراع لا تلح له نهاية. كما جرت العادة يستولي مستوطنون يهود تحرسهم الشرطة الإسرائيلية على منزل يملكه فلسطينيون. يقول المستوطنون إنهم عادوا إلى بيت لهم وفي عاصمتهم. هذا بالضبط موقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 67. القدس عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل، لا يتوقف فيها استيطان ولا يجمد ولا يتفاوض على مستقبلها ولا يجادل حتى في ماضي يهوديتها. لكن الأخبار اليوم جاءت من بروكسل. صحيفة هارتس الإسرائيلية تكشف ما تقول إنها مسودة ستقدمها الرئاسة السويدية إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل. يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بما يؤدي وحسب إطار زمني متفق عليه إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون القدس الشرقية عاصمتها وتعيش إلى جانب إسرائيل بأمن وسلام. قرأت الصحيفة في هذه الكلمات اعترافا أوروبيا ضمنيا بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، وقرأت فيها الخارجية الإسرائيلية تحريضا لهم على عدم العودة للمفاوضات، بل وأكثر من ذلك سياسة صدامية تقودها السويد ضد إسرائيل في أروقة الاتحاد. يجب إيجاد طريق يتم عبرها جعل القدس عاصمة مشتركة لدولتين. أعتقد أن هذا موقف جرى التأكيد عليه مرارا، وهذا ما يدفع الاتحاد إلى الأمل باستئناف محادثات السلام قريبا لمعالجة هذه القضية وقضايا الوضع النهائي. لكن تل أبيب تقول إن المواقف الأوروبية هذه تضر بقدرة الاتحاد على لعب دور الوسيط، وإن عليه أن يحث الفلسطينيين على العودة إلى التفاوض بعد أن اتخذت إسرائيل خطوات تصفها بالجوهرية باتجاه السلام، آخرها تجميد الاستيطان 10 أشهر. تقدم إسرائيل للعالم هذه الصور لإظهار كم هي الضغوط الداخلية كبيرة وكم هو الاكتراث الفلسطيني والأوروبي بها صغير. مسؤولون يمنعون مستوطني الضفة الغربية من البناء، وهؤلاء يعترضون على ما يعدونه قرارا لا أخلاقيا ولا قانونيا من حكومة نتنياهو. يصف الفلسطينيون المشهد بأسره بمسرحية رديئة الإخراج والتمثيل. وائل تميمي، BBC.